السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي جميلة بريستيج وموديل جديد من الموديلات اللي يعني كنتو طلبتوها مني من شفتوهم على المواقع التواصل اللي هو الفيس وكذلك الانستغرام. قلت علاش لا ما نخدمش معكم هذا الموديل هذا. صراحه هو موديل جميل وكيجي بالنسبه للناس اللي بيجامات في هذا الصيف هذا وكذلك القفطنات ديال الدار. بالنسبه لهذا الموديل هو صراحه كيجي واسع محلول، وبيمكنكم انكم يعني كاقتراح انه تخدموا كما كنديروا في الجوزه، كنلصقوه على الباندا يعني كنلصقوها على الثوب. فهذا نفس الشيء، يعني منين تخدم هذا الموديل هذا غتحط فوق من الثوب، فما غاديش يجي باين. وهاد البليصات هادو يعني كيجيو عامرين بلادوك الحجيرات ديال الويزات، راه كنظن انهم كيتباعوا باقل من درهم او نص درهم في كل منطقه، يعني على حسب تختارهم في الوينات اللي يكونوا جميلين. صراحه الموديل واخا تشوفوه بحال هكا فراه هو كيطلع دغيا، يعني راه ما كيتعطلش. واخا تشوفوه بهكا الموديل باقي ما صلحتوش، الله خدمته، هو كتجربة صراحة. أنا بقى ما خدمته في تشي بياسة، كتجربة، وبغيت قلت علاش لا ما نخدموش معكم. أنا بديت الموديل اللي هو هذا، أول حاجة كان بداو ب 25 سلسلة، أنا خدمتهم باش ما نطولوش الفيديو. 25 سلسلة البنات، كنوقف عند 25 اللي هي هادي، وكنشد بصبعي بهذه الطريقة هادي، وكنخدم 6 ديال العين، 1 2 3 4 5 6. كنجي لهاد البلاصة هادي اللي هي هاد 25 هادي، وكندخل فيها وكندير فيها، هانتوما نعاود ندخلها لكم، كندير فيها غرزة حشو. هيا كما كنقول دائما ان البداية كتكون صعيبة، كندير هنا، كنجي لهاد اللي حداها هادي اللي حداها، وكندير 3 ديال الأعمدة. طبعا اكيد كنا عارفين الصف الاول كيطلع شويه صعيب، ولكن راه حنا كنحاولوا معاه غير بشويه بشويه حتى كي يطلع لينا العمود الثاني والعمود الثالث. كندير سلسله ها هي في نفس المكان، غندير عاوتاني 3 ديال الاعمده. بالنسبه للاخوات اللي غيسالون، دائما الكروشي رقم 12 والحرير مبروم على 4 ديال الشعرات. ها جوج، ها 3، كندير 3 سلسلات، 1 2 3، كنحسب البنات 5، 1 2 3 4 5 ديال العيون، هما 5، وكنمشي ديريكتومون كندير العمود الاول او عمود الاول عمود الثاني في نفس المكان، العمود الثاني في نفس المكان، العمود الثالث في نفس المكان، وكندير سلسله، وكنرجع عاوتاني في نفس المكان كندير 3 ديال الاعمده. حد ها جوج، ها 3، هاهو 3، كندير 6 ديال السلسلات، 1 2 3 4 5 6، هاهو 6، كنحسب 1 2 3 4 5 6، 6 كندير فيها غرزة حشو، كنحسب عاوتاني 1 2 3 4 5، ها 6 البنات، وكنحسب عاوتاني 1 2 3 4 5، ها 6، 6 كندير فيها عمود الاول، العمود الثاني في نفس المكان، العمود الثاني في نفس المكان، العمود الثالث في نفس المكان، كندير سلسله، وثلاثة ديال الأعمدة في نفس المكان كنبقى خدامة في 1، ها جوج، ها 3، 3 سلسلات، 1 2 3، كنحسب 5 ديال الغرز،
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هي الأخيرة عندي هي هذه. كنحاولوا معاها غير بشوية كتطلع، حيت ضروري ما تبغيش تطلع لينا، وكنشدوا هاد الخيط باش ما يتحلش لينا. انتوما شوفوا معايا، هاهي طلعت. الا دخلت الاولى راه غيدخلوا كلهم واحد، ها جوج، ها ثلاثة، نمدوا الخيط، ثلاثة، سلسلة، وثلاثة ديال الأعمدة في نفس المكان. ان جوج ثلاثة، غنطلع بستة ديال السلسلات اللي هما دائما غيبقاو معايا على طول هاد الموديل. خمسة، ستة، وغندير هنا ندور، غندير غنعمر هنا في هاد الفراغ ستة ديال الأعمدة، ثلاثة سلسلة ثلاثة. هاد العملية كتمشي معايا كذلك في نفس دائما على طول الموديل، اللي هي هادي وهادي وهادي وهادي، كتبقاو معايا في نفس الموديل دائما. اذا كما قلنا شحال درت، درت جوج ها ثلاثة. نتمنى التصوير يكون واضح، نتمنى يكون باين. سلسلة ثلاثة ديال الأعمدة، هاد جوج، ها ثلاثة سلسلة، واحد عفوا ثلاثة سلسلات، جوج ثلاثة. كنمشي نيشان الفراغ الموالي اللي عندي في الصدفة ديالي اللي هي هادي، كندير عاوتاني ثلاثة ديال الأعمدة، سلسلة ثلاثة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة، واحد ها جوج ها ثلاثة. شنو كندير؟ كان عفوا ثلاثة هنايا، شنو كندير دابا؟ هانتوما كندير ثلاثة ديال سلسلات، واحد جوج ثلاثة. كنجي لهاد الفراغ هذا، لهاد الفراغ كندير غرزة حشو، كندير عاوتاني ستة ديال سلسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ها ستة هنا، وكندير عاوتاني غرزة حشو ثلاثة سلسلات، واحد جوج ثلاثة. كنمشي نيشان لهاد المكان هذا، ها واحد جوج ثلاثة سلسلة. اذا هاد العملية هي اللي كتبقى معانا دائما في الاول وفي الاخر، كنبقاو غاديين خدامين بها على طول هاد الخدمة هادي. انا عاوتاني ثلاثة سلسلات، وكنمشي الصدفة الأخيرة اللي هي هادي، وكنخدم فيها ستد الأعمدة، يعني ثلاثة وسلسلة وثلاثة، جوج ها ثلاثة سلسلة، واحد ها جوج ها ثلاثة. شنو كندير عاوتاني؟ كندير ستة ديال السلسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة ها ستة، كذلك يبقاو معايا دائما. كنعمر ندور نرجع بنفس العملية، واحد جوج ها ثلاثة ها واحد ها جوج ها ثلاثة، و سلسلات واحد جوج ثلاثة سلسلات. من بعد نجي هنا ونعمر هنا
ثلاثة العميدة، واحد جوج، ها ثلاثة، أو سلسلة، أو نعمر عاوتاني بثلاثة ديال الأعمدة، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، كندير ثلاثة سلسلات، واحد جوج ثلاثة. انا غنعمر هنا بشحال؟ غنعمر ب 12 العمود. هاد البلاصه هذا اللي كنت درت فيه 6 ديال السلسلات هي اللي غنعمر. ها نتوما نقصت هاد البلاصه هادي وغنمشي لهادي اللي درت فيها 6 السلسلات، غنعمرها ب 12 عمود. نتوما واحد جوج ثلاثه ها اربعه ها خمسه ها ستة، سبعة، سبعة، ها نتوما، ها تمنية، تمنية، ها تسعود، عشرة، عشرة، نجربو الخيط ديالنا، عشرة، ها حداش، ها 12. شنو غندير من ورا 12؟ غندير 3 ديال السلسلات، جوج ثلاثة، يعني نفس العملية غتعاود في اتجاه المعاكس ديالو لقدام، واحد ثلاثة الأعمدة سلسلة، ثلاثة الأعمدة، يعني نعمر الصدفات ديالي عادي جدا، جوج واحد سلسلة وثلاثة ديال الأعمدة، ها جوج، ها ثلاثة. انا طبعا غنكمل هاد الصدفات ونطلع عاوتاني بصدفات اخرين ونحبس حد هنا ونوريكم شنو العمليه اللي غندير وراها هادو باش ما نطولوش الفيديو بزاف. اذا كما كتشوفوا معايا فانا خدمت الصدفات ديالي عادي، كملت ورجعت طلعت بستة ديال السلسلات، خدمت الصدفه الاولى وثلاثة ومشيت نيشان الصدفه الثانيه خدمتها. دابا البنات شنو غندير؟ غادي نخدم ثلاثة ديال السلسلات، ها واحد جوج ثلاثة. شنو غادي ندير هنا؟ غنقز هاد العمود الاول غنمشي نيشال الثاني، هنا نص عمود ديالنا خرجوه، واحد ها جوج ها ثلاثة ها اربعة. انا كنوسع لكم باش يبان لكم فين كنضرب العين نيشان، يعني عمود فوق من عمود، نص عمود فوق من عمود. ها شحال درت؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ها ستة، ها سبعة، كنوسع باش يبان، ها تمنية، نعاودو نحسبو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية، ها تسعود. اذا عندي تسعود اللي خرجوا ليا وهما اللي خاصهم يخرجوا. انا غنقول لكم علاش خاصهم يخرجوا تسعود. اذا غندير عاوتاني نفس العمليه هنا، ثلاثه السلسلات، واحد جوج ثلاثه، ونمشي ديريكتومون لهاد الخاويه اللي عندي في الصدفه، نخدم فيها ثلاثه ديال الاعمده وسلسله وثلاثه ديال الاعمده. كالعاده نجروا الخيط ديالنا دائما. غتسولوني علاش هاد الصوت دائما كيكون في الفيديوهات، فانا كنحط دائما الخيوطه ديالي او الجرارات ديالي في بواطه باش ما نبقاش نقلب على كل جراره كتهرب بوحدها. جوج ها ثلاثه. المهم هذه كذلك معلومه للمبتدئات ماشي للناس المتعلمين. سلسله درتها وغندير ثلاثه الاعمده اخرين، فنجمعوا الخيط كله في بواطه وحده ونخدموا على راحتنا باش ما يبقاوش الجرارات يهربوا لنا او تخبل. كذلك واحد جوج ثلاثه السلسلات، راه نفس العمليه عندي هنا، عفوا على هذا الصوت. واحد جوج ثلاثه وسلسله، او واحد جوج ها ثلاثة، وعاوتاني ستة ديال
السلسلات 4 5 6 وندور وندور عاوتاني نفس الفراغ غادي نخدم فيه نفس العمليه. دابا العمليه وضحات، انا غادي نوصل فين غادي تبدا تكرر ثاني نفس العمليه ديالنا. ونقول لكم كنزرب حيت صافي هذه كنظن انها مفهومه هذه المساله هذه. بالنسبه للاخوات المبتدئات اي سؤال مرحبا خليوه لي لتحت في الفيديو في التعليق. كذلك البنات راه انا كما قلت لكم راه ميمكنش، راه كانوا يسولوني شي بنات على الملاقيه وهذا ميمكنش نعاود نفس الدروس، راه انا حطيتهم وحطاهم ان شاء الله نخليهم لكم في صندوق الوصف، كذلك نخليهم لكم في المقترحات ديال الفيديوهات اللي كتكون في اخر الشاشه مقترحات الملاقيات اللي بغاو البنات المبتدئات. دائما قناتي موجهه للمبتدئات وغنبقى دائما مع المبتدئات، داكشي علاش درت هذا الدرس هذا اللي هو فعلا ساهل ويعني راه غادي يطيح لكم الموديل. ساليت هنا كما كتشوفوا معايا غندير 3 ديال السلسلات، هنا درتهم درت 3 ديال السلسلات ديالي وغادي ندير عاوتاني 3 اخرين لان هنا 6 3 4 5 6 فين غنمشي البنات؟ غنمشي للعين الخامسه اللي هي حنا درنا 9 فاذا خصني يبقاو لي 4 من هذه الجهه و 4 من هذه الجهه، اذا 1 2 3 4 الخامسه هي هذه اللي غندير فيها غرزه حشو وغندير 6 ديال السلسلات 2 3 4 5 ها 6. دابا العمليه كنظن وضحات وراه هي مفهومه. هان ها 2 3 3 سلسله عاوتاني 3 ديال الاعمده البنات. قلت انا كنزرب لان صافي هاد السطوره هادو راهم باينين وكيبقاو يتكرروا معنا في الموديل كله وراه ساهل بزاف هاد الموديل. كنتمنى هاد الاقتراح ديالي يعجبكم. انا قلت لكم غير كنت جالسه وطاح ليا في بالي وقلت علاش لا ما نخدموش، باقي ما خدمتو صراحه حتى شي موديل، فداكشي علاش جاني ساهل وراه كيطلع دغيا كما قلت لكم في الاول واشرت في الاول. جوج ها 3 ونديرو 6 ديال السلسلات 3 4 5 6. كما اشرت الكروشي رقم 12 حرير مبروم على 4، كاينين الناس اللي كيخدموا على 5 والناس ديال اللي كيخدموا الشبيكات او هذا، راه حنا كنخدموا غير على 3. نتمنى ان الموديل اللي داز ديال نص كوزه يعجبكم. شكرا بزاف على التعاليق، شكرا الناس اللي دخلوا جداد عندي القناه، مرحبا هذه قناتكم طبعا كما عارفين جميع الاخوات. كما قلت اي اقتراحات مرحبا خليهم ليا في عن طريق الفيديو اللي يتحط ان شاء الله في التعاليق. شكرا على اللي جام، شكرا على الدعوات ديالكم. الناس اللي كيدخلوا عندي الفيس كروشي بريستيج كذلك مرحبا مرحبا بكم، ان شاء الله غنبقى نحط الفيديوهات فيه لان بزاف كيدخلوا عندي يقولوا يا جميله راه ما عندناش الكونيكسيون، فان شاء الله نبقى نحط لكم الفيديوهات علاش لا. عفوا هنا درت 2 ديال السلسلات، خص غير سلسله واحده، ها هي سلسله واحده، فكندير 3 ديال الاعمده، ها 1 2 ها 3 وكنظن دابا انتم فهمتوني. انا غندير 3 ديال السلسلات وغندخل هنا ندير غرزه حشو و 6 ديال السلسله 2 3 4 5 6. اذا ها هو نفس كيتكرر، هو هذا اللي انا كنخدم فيه دابا، هذا السطر هو اللي كيتكرر. كنكمل هنايا باش نكمل معكم الشرح، كنكمل هنايا الصدفات ديالي و 3 السلسلات والصدفات ونطلع ب 6، غنرجع نعمر هاد الصدفات و 3 السلسلات ونعمر هاد الصدفات وغنرجع هنا نخدم هاد السطر هذا البنات اللي هو فيه 12 ديال الاعمده و 3 السلسلات ونمشي. اللي ما عقلش كيفاش غادي يرجع شويه الفيديو وغيعرف هاد السطر هو اللي غيتكرر هنا وكنبقاو غاديين وكنعمروه. الى عجبكم الاقتراح
ولا عجبكم الفيديو ديالي. كذلك ما تنساوش تبارطاجيوه مع العديد مع الاخوات باش يستافدوا كلهم. كنتمنى تقترحوا لي اقتراحات جداد تحطوهم لي في لاباج ديالي في جميله كروشي بريستيج، وان شاء الله انا غنخدمهم معكم. هذا الصيف كذلك ان شاء الله غنخدم معكم بيجامات اللي كيكونوا غير خفاف ديال الدار، كذلك غنحط لكم الفصاله، لان بزاف ديال الاخوات اللي سولوني على الفصاله ديال البيجامات. كنهضر مع المبتدئه دائما كلامي موجه ليهم، الاخوات اللي جالسين في الدار وبغيتوا ديروا غير مشروع خفيف او بغيتوا تكسيو راسكم راسكم، فعلاش لا؟ راه غير 2 متر ديال الثوب قادكم البيجامه خفيفه ديال الدار، وتخدموها غير بدرس خفيف في الكميمات وكذلك في الكول، وهانتي عندك بيجامه خفيفه. نتمنى لعجبكم هذا الاقتراح، تشجعوني اكثر واكثر بالضغط على الزر ديال الاشتراك وبالضغط على الجيم، وتخليوا لي التعاليق ديالكم في هذا الموضوع هذا. الا كان عجبكم كما قلت هذا الموضوع هذا، فنحط لكم دروس في الفصاله البيجامات وكذلك غير موديلات خفاف، مرحبا بكم، مرحبا. شكرا، هذا هو درسي اليوم واقتراحي لكم، واقتراحي لكم عفوا، وكانت معكم جميله على قناتي جميله بريستيج.